ونروح للنادي الأهلي. النادي الأهلي اللي بيستعد لمواجهة الترجي، وزي ما قلت وبكرر وسأظل أكرر هذه الكلمة، إن مباراة يوم الجمعة واحدة من أصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي، وبعيدا عن الظروف الحقيقة اللي بيمر بيها فريق الترجي، لكن تظل هذه المباراة هي مواجهة قوية ولها حسابات خاصة، ولابد من التركيز طوال 90 دقيقة. حاولوا تجيبوا لنا أستاذ محمد الضماطي نطمن على البعثة. 90 دقيقة لتحقيق فوز، يعني هنلعب 90 دقيقة عشان نحاول نكسب. طبعا كلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين وفي قدراتهم على الفوز بالمباراة إن شاء الله. مباراة صعبة، مباراة مهمة، زي ما حضراتكم شايفين دي رحلة وصول لعيبة النادي الأهلي إلى تونس. مثل هذه المباريات الكبيرة محتاجة روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بتكون سبب انتصارات أو سبب الانتصارات الأساسي مع جمهور النادي الأهلي. الفترة اللي فاتت احنا كسبنا بسبب حاجتين، جمهور النادي الأهلي أولا وثانيا وثالثا وعاشرا، ثم روح الفانيلا الحمراء وروح اللاعبين. روح اللاعبين وحماسهم كان السبب الأهم في تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات، أخرهم بطولة السوبر، وبعده السوبر في أول السنة، وبعدين الكاس، وبعدين السوبر مؤخرا، السوبر المحلي مؤخرا. عشان كده رسالتي هتكون لكل لعيبة النادي الأهلي، عايزين نفس الروح، نفس الحماس وأكتر، عشان الجمهور متحمسة جدا 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 إن شاء الله للوصول إلى إن احنا نعدي الترجي ونصل للمباراة النهائية. عايزين نفضل نحقق إنجازات. بالمناسبة وهتكلم في حاجة بسرعة جدا، لو كان أي حد بيتكلم عنك في أندية منافسة ليك أو بيتقال إن هي منافسة ليك، إذا رجعت للأرقام ستجد أن كل الأندية اللي بتنافسك أو اللي بيتقال اللي هي منافسة ليك، أقرب واحد ليك تقدر تقفل النادي الأهلي 10 سنين 15 سنة وهترجع تظل أنت الكبير برضو بالأرقام. ليه؟ إيه السبب الرئيسي في هذا الأمر؟ السبب الرئيسي في هذا الأمر إن النادي الأهلي لا يلتفت للصغائر، ولا عمرنا هنبص على الصغيرين أو على الحاجات الصغيرة اللي بتحصل، ولا مين بيخبط في النادي الأهلي، ولا مين بينشر إشاعات عن النادي الأهلي، ولا مين بيقول إيه عن النادي الأهلي، ولكن بننظر لشيء واحد فقط بس. أنا عايز إيه؟ أنا عندي إيه؟ السوبر المحلي في كرة القدم عايز أكسبه، كسبته، فرحنا واتبسطنا وجبنا الكاس واتبسطنا بيه وفرحنا بيه، صح؟ النهاردة زي ما حضراتكم شايفين اللعيبة متفائلة ونازله جري علشان تروح تلعب الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا امام الترجي في ظل هذه الظروف الصعبه جدا في هنا في مصر، صعبه جدا من الناحيه ان انت عندك مباريات كثيره جدا ورا بعض، وفي ظل هذه الظروف حضرتك بتروح عشان تكسب، عندك غرض واحد فقط، تروح تكسب الترجي عشان تسعد جمهورك. عشان كده فكرة الفصل ما بين البطولات والمباريات وتجديد الدوافع هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي عفوا النادي الأهلي وأي حد تاني. عشان كده تلاقي النادي الأهلي إيه؟ يقول لك أصلهم محظيظ. هي مش محظيظ، مفيش حاجة اسمها محظيظ، لكن ماشي، يقول لك هي هم محظيظ، الأهلاوية دول محظيظ. آه نتشرف إن احنا محظوظين، حظنا حلو، ولكن الحظ بيجي للي بيجتهد واللي بيعمل، عشان كده ربنا بيجيب له التوفيق. لكن عمركم ما هتعرفوا يعني ايه حظ، مش احنا، هم مش هيعرفوا يعني ايه حظ، لانه لا احد يجتهد. انت عندك مجلس اداره اول ما بيشوف ان في مشكله في الهاندبول اتصرف وخلى الهاندبول ياخد كل حاجه زي ما حضرتك شايف. عندك مشكلة السنة دي في الطايرة، هتشوفوا اللي هيحصل ايه علشان ناخد كل حاجة السنة الجاية. مفيش نادي بيفضل كويس في كل الألعاب في كل حاجة. وخدوا بال حضراتكم، احنا ولا بنمضي أجهزة فنية على تعاقدات ولا على تعهدات ولا على الكلام اللي بيحصل ده. ما يصحش. لكن ماليش دعوة برضو، حاجة ما تخصنيش. لكن
النادي الاهلي مش كل حاجه بتمشي، مفيش حاجه بتمشي ان انا عندي السنه دي 40 بطوله فانا هاخد ال 40 بطوله، اتمنى ان انا اخدهم وبجتهد ان انا اخدهم لكن ما باخدهمش كلهم. هو ده الفرق دائما ما بين النادي الاهلي، ان انا ما ببصش ورايا، انا دايما ببص فوق، راسي فوق، ببص فوق، ببص للي قدامي، ما ببصش للي تحتي، بعيد بعيد خالص. فعشان كده بقول لحضراتكم احنا لولا وقفه جمهورنا في ظهرنا كانت الامور اتغيرت. ولو ودايما من فضل حضراتكم كل حاجه هتتصلح وتتحل الايام اللي جايه ان شاء الله. في حاجات هتبان يعني، خليني انا بس مش دلوقتي اقولها، لكن هتبان في وقتها. من فضل حضراتكم نحن نحتاج الى جمهور النادي الاهلي، نحن نحتاج الى جمهور النادي الاهلي في كاس الكؤوس، في صاله النادي الاهلي، صاله الشهداء في نادي الاهلي، في الهاند بول. نحن نحتاج لجمهور النادي الاهلي في السله، في مباريات السله امام الاتحاد السكندري عندما تتاح الامور للجمهور. نحن نحتاج الجمهور في مباراه الترجي ان شاء الله القادمه. نحن نحتاج الجمهور في كل مباريات النادي الاهلي، لان بدون الجمهور الاهلي عندنا مشكله كبيره جدا 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 بدون جمهورنا. عموما هي مباراه صعبه جدا ومباراه من اصعب المباريات اللي هنلعبها هذا الموسم.